السبب اللي خلاكم تنشئوا مؤسسة دونما أو تمدوا لنا أيديكم؟ ما هو الأسباب الأساسية؟ الأسباب الأساسية بكون أنا شخصيا كنت مصيبة بالمرض السرطان. نعم. في وقتها اكتشفت أنا بكون متعلمة وقارية، حتى أنا نجح الأشياء كثير في المرض ده، وما أظن ولا لحظة كي خطيت في نفسي بكون أنا ممكن نصاب بالمرض ده. مرض ده نسمع بيا نقول عند الأوروبيين عند البلاد المتطورة، يعني ما ممكن يكون في بلدنا المرض زي ده. طيب لما اكتشفت حتى أنا اللي مصابة ما نعرف أشياء كثير، قلت أكيد يعني الناس اللي ما مصابين ده كان ما يعرفوا فوق أي شيء.